عندنا necessary and versus versa اللي هي ضد و unnecessary adjective clauses. Adjective clauses هنا ملاحظة يقول sometimes an adjective clauses is needed to identify noun to make meaning of the sentence clear called كذا كذا كذا. مخوان بعض الأحيان عندنا يسمونها المعلومات الغير مهمة. يعني شنو معلومات إضافية؟ بعض الأحيان أنا لما أريد أتكلم عن موضوع يوجد هنالك في هذا الموضوع unnecessary information، معلومات غير مهمة، معلومات إضافية. يعني مثلا الأجل، هاي الجملة My brother who lives in Chicago gets married yesterday. أخوي اللي هو يعيش بشيكاغو تزوج البارح. طيب الآن هذا اللي باللون الأزرق معلومات غير أساسية، والدليل أنا لو حذفتها المعنى نفس المعنى. أخوي سيد أخي تزوج البارح. أوكي، وإذا قلت أخوي اللي عايش بشيكاغو، أخوي اللي عايش بلندن، يعني هذه يسمونها unnecessary information. مجرد it is just needed to identify the noun to make the meaning of the sentence clear. بس مجرد توضح للمعنى الإضافي للجملة. كل شيء ما راح تسوي يسمونها unnecessary information، معلومات ليست ضرورية أو معلومات ليست مهمة. طيب وطبعا نفس الحكي My brother who lives in Chicago get married yesterday. ما راح يعني ما عندنا يسمونها معلومات غير أساسية غير مهمة. طبعا احنا نعرف دائما احنا عندنا هذا موضوعنا هو اسمه أدوات الربط، ونستخدم أدوات ربط احنا دائما. يعني هنا يقول unnecessary adjectives separated by commas from the rest of the sentence. هنا ملاحظة مهمة كلش، يقول هاي المعلومات الغير مهمة دائما تنحط بفارجها. الله شلون معلومة حلوة. يقول لك هاي المعلومات الغير مهمة اللي دائما تنضاف، هاي دائما تنحط بين فارستين. حلو حلو كلش حلو. هاي المعلومة مهمة، يعني يقول لك my father اخويا او والدي هو is very tall، والدي اللي هو طويل القامة played tennis in college، كان يلعب التنس في الكلية. إذن هذا المعلومات الـ unimportant غير مهمة، هذه هي بس مجرد تزود لي معلومات بس هي مو أساسية معلومات، دائما محطوطة بين قوسين. طيب إذن هسه خلينا نكتب ملاحظة، المعلومات الغير أساسية والمعلومات الغير مهمة توضع دائما بين فارزتين. نكتبها يمنا ملاحظة، الملاحظة كلش مفيدة يعني جدا مهمة. حتى لو كانت المعلومات الإضافية بالأخير. I learned how to play tennis. كيف أنا تعلمت كيف أستطيع لعب التنس. Who is an excellent. Who is an excellent. من والدي الذي هو لاعب ممتاز. كلمة هو لاعب ممتاز هم نحتاج. ليش؟ لأن هي إضافية. وأنا أعرف بأن والدي هو يعرف أصلا يعني. والدليل أنه هو كيف علمني. كيف خلى علمني أنه أنا ألعب تنس ولا هو مو ماهر. هاي معلومات يسمونها إضافية بس لا أكثر ولا أقل. حتى يمكن نحذفها، بس احنا مو كيف نحذفها، بس قصدي يعني نقدر نحذفها حتى نكتشف بان هي إضافية، بس الجملة الأساسية ما نقدر نحذفها. هسه اقول انا I learned how to play، انا تعلمت كيف العب تنس، انا تعلمت كيف استطيع العب تنس من والدي لان والدي هو لاعب ممتاز. ما اقدر احذف انا تعلمت العب تنس، مستحيل لان هي الأساسية. طيب ملاحظة أخرى مهمة جدا خلينا نكتبها، أداة الربط ذات تستخدم للربط بين جملتين. للربط تستخدم للربط هي أداة تستخدم للربط، هي أداة تستخدم للربط، حيث عند استخدامها لا نستخدم فارزة.
هي أداة تستخدم للربط حيث عند استخدامها لا نستخدم فارزة. ملاحظة كلش مهمة، وهي الذات ماكو لا فارزة ولا نقطة، كل شيء ماكو. طبعا هذا بس الذات، لأن الوجه الوضع راح يختلف. مثال، هاي الجملة قالك هاي غلط، شيكاغو حاطك فارزة، هاي غلط. ليش؟ لأن حاط فارزة، ما يصير تحط فارزة. بينما هنا قالك حلك صحيح، لأن حاط فارزة، لأن عندك وتش. إذا عندك وتش عاد لازم تحط فارزة، بس إذا عندك ذات ما يصير تحط فارزة. هو أنا حاط ذات ويا الفارزة، ما ترهم، يعني مو رهمة تحط ذات ويا الفارزة، مو رهمة. هنا يقول sometimes it is difficult to distinguish between necessary and unnecessary clauses. بعض الأحيان يقول من الصعب أن تعرف المعلومة الأساسية والمعلومة الغير أساسية. يعني هو بأني أنا صراحة أعطيت ملاحظة، قلت المعلومة الغير أساسية نقدر نحذفها. يقول my grammar book، كتابي القواعد، كتاب القواعد خاصتي، which is at home، والذي في المنزل، was very expensive، كان جدا غالي. يعني هنا يا هي الجملة اللي نقدر نحذفها، هل نقدر نحذف was very expensive؟ لو نقدر نحذف which is at home، كتاب القواعد اللي بالمنزل، أنا برأيي شخصي أشوف which is at home، كتابي اللي بالبيت، هو ليس جدا غالي، it is not very expensive، ليس جدا غالي. فأنا أتوقع الـ which is at home اللي هي نقدر نحذفها هي هاي الـ unnecessary information، لأن إحنا دائما الـ unnecessary information نقدر نحذفها، وإذا حذفناها ما يتغير المعنى تقريبا. يعني هو مو راح يتغير المعنى تماما، بس تغيير المعنى ما يعطيك شيء. يعني عفوا، حذف هذه الكلمات لا يؤدي إلى ظهور معنى جديد إطلاقا، هذا ما نسميه. يعني طبعا هو انا كاتب ملاحظة the name of the specific places, persons and geographical locations usually do not require a necessary adjective clauses، بعض الاحيان ما تحتاج الى معلومات ضرورية. يقول مثلا دينفور which is a beautiful city، دينفور اللي هي مدينة جميلة، لديها has two universities، تحتوي على جامعتين. يعني بتتوقع نفس الحكي، الأشياء اللي نقدر نحذفها هي unnecessary information. مثلا بغداد اللي هي مدينة أو اللي هي محافظة أو عاصمة جميلة جدا، تحتوي على 4 جامعات على سبيل المثال. إذا اللي هي من نقول بغداد اللي هي كلش جميلة وهي جدا حلوة تحتوي، إذا اللي هي كلش حلوة هي unnecessary information. فالأشياء اللي نقدر نحذفها هي دائما تكون unnecessary information. هنا عندنا تمرين يقول underline the adjective clauses and the circle the clauses identified، يعني يريدنا نحدد ال necessary وال unnecessary information. our grammar class، صفنا صف القواعد اللي خاص بنا او مادة القواعد عندنا، which meets at night tomorrow is very interesting، يقول لي احنا نلتقي فيها في الساعة 9 صباحا، هي جدا ممتعة. يعني our grammar class، طبعا أداة الربط هي which. ليش استخدمنا which؟ لأنه class غير عاقل، جماد، استخدمنا which أكيد. الجملة الغير مهمة، نلتقي في الساعة 9 في الصباح، هذا شيء مو مهم. من أقول صفنا أو محاضرات القواعد، محاضرة درود مادة القواعد عندنا جدا ممتعة، مادة جدا ممتعة، مادة القواعد اللي درسنا بها 9 هي جدا ممتعة، خلاص يعني فاتوا هذا اللي بلازرك هو it is unnecessary information. In the class في الصف we don't have any students who are from China، في الصف نحن لا نمتلك أي طالب من الصين. يعني we do not have who is from China، يعني الآن أتوقع عندك كلاس هي جملة غير أساسية، هي أصلاً adverb إضافية. we don't have any student who is from China، أقدر أقول from China معلومة غير مهمة؟ لا، هاي معلومة أساسية لأن ما أقدر أحذفها. we don't have any student، نحن لا نملك أي طالب
من الصين اقدر احذفها ما اقدر. فاذا يعني ملاحظتي اللي انطيتكم اياها جدا جدا مفيده، انه احنا نقدر نلاحظ هذا الشيء من خلال السياق، نقرا الجمله ونشوف يا جمله نقدر نحذفها ويا جمله ما نقدر نحذفها. مثلا الجمله رقم 8، his father who is very tall is an engineer in Libya. مثلا والده الذي جدا طويل، he is very tall. طبعا هنا مستخدم الهو لأنه العاقل، his father. an engineer in Libya، هذه يعني هذه هو is very tall، هو اللي هو جدا طويل. هاي ما احتاج معلومات إضافية، معلومات إضافية. التمرين الخامس نفس الحالة، نحاول هذا التمرين نحله نتدرب عليه. يعني يقول read the sentences about كذا كذا، each sentence contains necessary and unnecessary، circle the explanation that describes each sentence. نفس الحالة يريد من عندنا ننطي المعلومات الإضافية، الأشياء اللي إحنا ما نحتاجها. Elvis كذا who records made him millionaire was legendary singer. يقول لك فلان من الناس الذي whose records made him a millionaire. إذا هذه التسجيلات التي جعلته مليونير هو كذا، هو كان أسطورة. إذا هاي whose كذا كان كذا، هاي طبعا هاي اللي بالأزرق معلومات إضافية إحنا ما نحتاجها، راح نقدر نحذفها فنحذفها. يعني هذا هو اللي بالأزرق، هاي المعلومات الغير مهمة. هو يريدنا نعرف يا هي المهمة ويا هي المرفوعة. إحنا قلنا نعرف من خلال السياق، نقرأ الجملة ونشوف يا معلومة نقدر نحذفها، اللي نقدر نحذفها خلاص هي هاي unnecessary information. التمرين الخامس يريد ما عندنا نختار أي جملة إضافية وأي جملة أساسية، بس يعني اختيارات جايبة. أي جملة يريد جملة هو necessary and unnecessary، تختار وين unnecessary information. هو من امتحان غالبا راح يجيب لك جملة ويقول لك حدد لي necessary وال unnecessary information. وإحنا ذكرنا إيش من الجملة اللي نقدر نحذفها راح تكون unnecessary، الجملة اللي ما نقدر نحذفها واللي هي أساسية هي اللي هي necessary information. التمرين السادس كلش مهم، وهذا راح يجي بالامتحان 100%، وهذا التمرين يعتمد بشكل كبير على المحاضرة السابقة قبل هذا الشرح هسه اللي اخذته اني قبل هذا، اللي هو عن ادوات الربط. فضروري احنا نرجع بالفيديو، نرجع الى الفيديو ونشوف المادة جيدا ونقرا اللي قبلها، يلا نجي نحل هذا التمرين. فانا قايل لك اريد تربط لي الادوات، واحنا ما ننسى بين عندنا ادوات ربط الهو للعاقل، which لغير العاقل، الذات تستخدم للعاقل ولغير العاقل ولكن بدون فوارز. وضروري نرجع على الملاحظات السابقة، يلا نحل. فنجي من عندي هي، أكيد هنا راح أستخدم هو. The author who is a French man he wrote this book. The author who was a French man wrote this book. طيب ليش نحذف الهي؟ ذكرناها بالمحاضرة السابقة، بالفيديو السابق شرحنا بالتفصيل احنا شلون ايش وقت نحذف الهي، ليش حذفنا الهي، لان راح عندنا الهو. الهو هي راح تعوض بدل الهي، راح تعوض بدل الهو، راح يصير الحل the author المؤلف who is a French man، المؤلف الذي هو فرنسي wrote this book. راح اخلي فارزه طبعا ورا ال 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 ورا ال ورا ال ورا الفرنش مان، اخلي wrote this book. نفس الحكي اللي اخذناه قبل. مثلا هنا he married a beautiful woman، تزوج من امرأة جميلة. This woman was also author. مثلا احذف this woman، طبعا راح اخلي بدالها هو. He married a beautiful woman who was also author. بدال this woman راح اخلي هو. ليش؟ لانها عاقل. ودائما احنا ذكرنا وانطيت ملاحظات، يعني هذا التمرين اللي مراجع على
المحاضرة السابقة والملف اللي شرحت علي صراحة ما راح يفتهم كل شيء من هذا الحل. نرجع على الملاحظات ونقعد نحل هذا التمرين، واجب نقعد نحله، صار عندنا واجبات هواية نقعد نحلهن ونتعلم عليهن وحدة وحدة. طبعا نفس الحالة التمرين السابع، يريد من عندي الوين والوير. يا اخوان اقسم بالله العظيم هذا التمرين عندي حل مالته، وانا دائما اقوله هذين التمارين عند الحل مالتهن موجودات PDF جاهز، حل نموذجي كامل اعطيك اياه واوكي حل. بس شنو الفائدة؟ والله العظيم والله اذا ما تحل انت وتخطأ والله ما تنجح بالامتحان، والله ما تتعلم الموضوع. اذا ما انت تقعد تحل بنفسك وتخطأ تغلط وتقول لا هاي هيجي وتحل غلط وبعدين نصحح هذا الشيء ونعالجه، والله ما راح تتعلم وما راح تجاوب الامتحان، لان هسه هذا حلك انت وتدريبك هذا هو عبارة عن امتحان. اذا ما تخطأ هسه بالامتحان راح تخطأ. فحل نفسك، جرب يا اخوان اخطأ، جرب حل، حل بينك وبين نفسك. يا اخي اذا انت تنام بال11 بالليل حاول اليوم تنام بال12، هالساعة هاي تحل بيها التمارين. اذا انت تقعد الساعة 5 الفجر يا اخي حاول تقعد بال4 اليوم واقعد اقرأ بيها. اذا انت عندك شغل حاول اليوم تلم شغلك من وقت وتروح للبيت تحل هذين التمارين. والله كنا مشغولين، كليتنا عندنا عوائد وكليتنا ظرفنا صعب، بس يا اخوان يعني بالله عليكم تقرؤوا. هسه انت قاعد تسمع الفيديو مالتي بهاي اللحظه انت قرار نفسك تقول والله اليوم راح اقرا، وهاي انا اذمك ذمه، يعني اقول مشكور الذمه اذا ما قرأت. بالله عليك تقرا، بالله عليك تقرا، ضروري جدا يا اخوانا. يعني انا افهم الماده بس ما احل والله ما هاي قرايتي صفر، خلاص صفر حرفيا صفر. ايضا عندنا تمرين الثامن نفس الحاله، يريد من عندنا احنا نكتب نعطيه نص جمله ويريد احنا نكمل الباقي، وعاد احنا نكتب جمل من عندنا وبعدين احنا راح ننطي ان شاء الله الحل النموذجي. بس احنا نريد نجرب بالبدايه، نريد نغلط، نريد نخطا، اهم شيء نخطا حتى نعرف شنو هو الخطا وشنو هو الفكره الغلط اللي احنا ماخذينها وشلون نصحح. هذا بالنسبه للتمرين الثامن. هسه خلينا نقعد، يعني الواحد هسه المفروض هاي المحاضره يرجع يشوف هاي الماده الماضيه ويرجع يحل التمارين من الواحد لحد الثمانية كلهن يقعد يحلهن ويغلط بيه ويغلط بيه، ضروري يغلط. طبعا هالمواضيع كلها تتكلم على نفس المواضيع، كلها تتكلم على نفس الاشياء. I have a friend he has many classical record كذا، شوف هنا حاذف اللي هي حاط الهو سلامة خيركم. بس شوف يعني والله يا اخوان الموضوع مو صعب، اقسم بالله العظيم الموضوع مو صعب، الموضوع سهل. يعني مجرد حذفنا اللي هي حطينا بدالها هو، لا اكثر ولا اقل. ليش؟ لان اللي هي عاقل والهو للعاقل. انا عندي صديق وهو كذا كذا كذا. هنا عندي the symphony، symphony حذفنا symphony خلينا بدالها وش، بس لا اكثر ولا اقل. حذفنا الات خلينا بدالها was، من خلينا ذات عفوا، ما خلينا اي شيء بيناتهم، ما خلينا اي شيء بيناتهم. I have a friend who، I have a friend that، هنا شوف مستخدم للهو والذات، طبعا اثنيناتهم صحيحات، لان يعني الذات تستخدم للعاقل وغير العاقل، بس اهم شيء بالذات ما نخلي فارزه. ممكن نخلي بالهو فارزه بالوير عادي، بس من تستخدم الذات لازم ما تحط فارزه، هاي الفكره بهذا الموضوع. هاي الفكره بهذا الموضوع. مثلا هنا the professor famous كذا who wrote كذا كذا كذا. This book is كذا which، راح نخلي نحذف البوك نخليه which. The chemistry which the chemistry student have worked this quarter who students who the chemistry students have worked. هنا اعتقد ايضا ذات ذات نقدر نخلي عادي لان ذات ترى هم ويا الكل. هنا عندنا دكتور سميث ودكتور سميث اثنيناتهم متشابهين اثنيناتهم عاقل، راح نحذف الدكتور سميث ونخليه هو بداله، نخلي ذو 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 بدال. هنا ذا يونيفرسيتي اوف مدريد نقدر نخلي بدالها ذات او وتش، بس لا اذا خلينا ذات ما نحط فارزه، اهم شيء هاي الملاحظه. نفس الحاله بقيه التمرين، هذا المواضيع اصلا حتى قرايه، حتى قرايه الواحد ما يحتاج يقرا، حتى قرايه صراحه ما يحتاج نقرا، يعني موضوع بسيط جدا 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 بسيط، بس مجرد تيجي تراجعه وتحلها بينك وبين نفسك لا اكثر ولا اقل. واي سؤال او شيء انا حاضر، اي سؤال انا حاضر، اي شيء ما واضح ويا ما هسه الان ما تظهر لك اسئله، بس من تقرا وتشوف التناقضات
راح تقول هاي شلون؟ أشر يابا هذا السؤال، أشر علي يمك حتى تيجي تسألني هاي شلون هيجي؟ زين هاي عليش؟ هسا أنت حاليا ما يفرق سؤال، بس من تقرأ راح تفرق الأسئلة، من تفرق الأسئلة قول يابا هاي صارت هيجي، زين هاي ليش ما صرنا هيجي؟ بالضبط نفس الشيء.